السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تمام. في هذا الموضوع راح أحكي عن سؤالين مهمين جدا، كثير بيجيني أسئلة وأحيانا حتى الأسئلة اللي بتيجي بتكون شوية مستفزة. ممكن هذا الفيديو الوحيد اللي راح أحكي معكم بشكل جدي فيه وبشكل صارم شوي، لأنه في كثير من الناس ما بتقدر شغلك، في كثير من الناس ما بتقدر أنه أنت بتحكي لهم الصح و الكلام 100%، فبيحبوا يعملوا عدة طرق وكذا وكذا وكذا. فهذا الفيديو راح أناقش فيه موضوعين مهمات جدا. أول شيء، ليش أنا بحكي لك ما راح تقدر أو ما راح نقدر نطلع لك قبول أو راح يجيك رفض أو ما بينفع أنك أنت تيجي تحضيري بأربعين سنة، بالعمر 40 سنة أو 50 سنة أو حتى 25 سنة. والنقطة الثانية، ليش أنا ما بجاوب عليك يا حبيبي في الواتس أب. خليكم معي. كثير منكم بيسألني عن التسجيل في السنة التحضيرية وبيكون عمره 40 أو 45 أو حتى 30 و35. بالعادة هاي الأشخاص بيجيها رفض 100%، لأنه مش معقول أنت في عمر 40 أو 45 بالنسبة للأمن أنه أنت بدك تيجي من آخر الدنيا تدرس تحضيري أو لغة روسية، لأنه اللغة الروسية والتحضيري ممكن تدرسه بعد الطرق أونلاين على اليوتيوب وهي أشياء وهيك أشياء يعني، خاصة انه انت ما بدك شهادة. اللي حاب احكي لكم اياه انه بخصوص التحضير في هذه الاعمار صعب جدا 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 تيجي موافقة. اللي بيسألني ليش مش انا اللي بحط القوانين، مش انا اللي بحكي لك هذا الموضوع، هذا من خلال التجربة لتقريبا فترة 7 سنوات، ولا هو هذا اصلا شغلنا. انا بهمني مهتم انه نجيب حتى كل الطلاب اللي بدهم يجوا وكل الاشخاص اللي بدهم يجوا، لانه هذا الشغل بالنسبة لنا، بزنس بالنسبة لنا. بس لما احكي لك راح يجيك رفض، راح ما ينفع انه تيجي، مش معناه شخصيا ما بدي، بالعكس انا ممكن اقول لك اوكي تعال ادفع مقدما ال 25% من شغلنا، اجاك رفض هذه المشكله مش خاصه فيني، اجاك موافقه اهلا وسهلا. بس 90% منكم ما بده يدفع مقدما وبده نعمل له كله مجانا، واخر شيء بيجي رفض بقول لك انت ما عملت لي شيء واجاني رفض. يا عزيزي المحترم، طيب الشغل اللي احنا عملناه مجاني؟ أكيد لا، لأنه كل واحد عنده شغله، كل واحد عنده أعماله، كل واحد عنده أموره وعنده كل واحد وقته. فاللي فعليا حابب يدرس وحابب نسجل له ممكن يتواصل معي من خلال رقم الواتساب الظاهر عندكم على الشاشة، وياريت يكتب التفاصيل اللي بده إياها مباشرة في رسالة واحدة كاملة، يعني يكتب أنا اسمي كذا كذا، بدي أدرس كذا كذا، من بلد كذا، وعمري كذا. هذه الرسالة تجيك مباشرة أول ما تكتب على الواتساب، هي مش شكلية، هي مش إحصاءات، هي حتى أنا أعرف هل أنت بينفع أنك أنت تيجي تدرس ولا لا، حتى أقطع عليك الطريق وأعطيك خلاصة الموضوع مباشرة. ما برد على الرسائل اللي بتيجي بتقول لي مرحبا ليش ما ترد وكيف حالك، مباشرة اكتب لي شو التفاصيل، لأنه عدد الرسائل كبير جدا جدا جدا، فإذا كل واحد بده يضيع معاه لو 10 دقائق في اليوم هي راح اليوم كله ما عملتش ولا أي شيء. وهذا سؤالي على اللي كثير بيحكي لي ليش ما بترد وليش ما بترد وانت كتبت رقمك وكذا، لانه والله هي يا جماعه احترموا وقتي وانا بحترم وقتكم ومجهودي ومجهودكم، لانه لو انت كتبت لي خلاص الموضوع مباشره انا بعطيك جواب شافي وكافي، انا مش راح اضيعك معي ولا اضيع حالي معك، اقول لك اوكي بعمل لك وكذا، تاخذ اسبوع اسبوعين وبالاخير بيجيك رفض. ممكن في اشخاص بقول لك انا بعطيك وبعمل لك وكذا، هذول بيكونوا ممكن امبارح بلشوا يشتغلوا بهذا المجال او اول امبارح بيعرفوا شو القوانين والاجراءات اللي بتصير. فخلاصه الموضوع، لما انا احكي لك ما بينفع تيجي راح يجيك رفض، مش معناه ان ما بديك تيجي او انا شخصيا بيني وبينك اي شيء، لانه انا اصلا اوريدي ما بعرفك، ولكن بحكي لك الطريق المختصر. ممكن اجرب في بلد ثاني، ممكن اجرب في مكان ثاني، في شركه ثانيه، ولكن من خلال تجربتي اللي لها تقريبا اكثر من 7 سنوات النتيجة بتكون مثل ما أنا حكيت لك. وبرضو مثل ما حكيت لك أنا مهتم جدا أنه أنت تيجي، ولكن في قوانين في إجراءات أنا ما إلي أي دخل فيها، يعني الرفض عدم القبول هذه مش مني أنا شخصيا. لو كانت الجامعة إلي كان أخذتكم كلكم بغض النظر عمرك 18 ولا 29 ولا 50 ولا 70. والنقطة المهمة اللي حابب أذكرها أنه أي معاملة بنعمل لك إياها فقط بدفع مسبق، ما عندك ثقة ولقيتك على الانترنت والكلام اللي بسمعه هذا، مباشرة ممكن انت تبحث عن اي شخص ثاني او شركة ثانية يعملوا لك الاجراءات بدون اي دفع مسبق، هذا الامر بيرجع لك شخصيا. تحياتي لكم، اتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.